إذا لمناقشة أوضاع الصحفيين في العراق في ظل الانتهاكات المستمرة التي تطالهم ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أستاذ مصطفى مرحبا بكم. يعني منظمات حماية الصحفيين رصدت ارتفاع منحنى الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في العراق خاصة في الفترة الأخيرة. بعنوان عريض أستاذ مصطفى، كيف تقرأ أوضاع العمل الصحفي في العراق في ظل هذه التقارير؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. كما تعرف ويعرف السادة المشاهدون أن الولايات المتحدة زعمت أنها ستجلب الديمقراطية إلى العراق، وكان هذا واحد من الشعارات التي غلفت بها غزو العراق واحتلاله سنة 2003، ولكنها استبدلت الدولة الوطنية بأسوأ أنواع الدكتاتورية، وهي دكتاتورية الميليشيات والعصابات الإرهابية وسيطرة عمائم السوء والفساد والإرهاب على المشهد. هذه هي قراءتي لواقع الإعلام في العراق، حيث تسيطر الميليشيات على وسائل الإعلام وعلى كل موارد ومقدرات البلاد، وفي نفس الوقت تسيطر المؤسسة الطائفية من جانب آخر. هذه الصورة تعكس واقع الحالة الإرهابية المتجسدة والمتجذرة في العراق منذ 20 سنة. أستاذ مصطفى، إحصائيات تتحدث عن مئات الاعتداءات على الصحفيين في العراق خلال العام الماضي، ولكن من المنوط بحماية الصحفيين من هذه الاعتداءات المتكررة ضدهم؟ المنوط بحماية الصحفيين هو نفسه المنوط بحماية أبناء الشعب العراقي كله، وهو الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية والإدارية والقضائية التي تضمن حقوق أبناء العراق الواحد. ولكن في الحقيقة نحن لا نجد في العراق دولة ولا نجد مؤسسات لهذه الدولة. هناك سلطات موجودة وتفرض سلطتها، ولكن في الحقيقة لا توجد أجهزة دولة حقيقية. هذه السلطات هي نفسها التي تقوم بإرهاب الصحفيين وترويعهم والقبض عليهم واغتيالهم في بعض الأحيان. أستاذ مصطفى، منظمات الدفاع عن حرية الصحافة رصدت تهافتا من قبل الكتل السياسية بإصدار تشريعات من شأنها تهدد حرية العمل الصحفي، واستخدمت قانون العقوبات باتهام الصحفيين بأنهم يتهجمون ويسيئون. هل يمكن أن يقوم الصحفي بعمله في ظل عدم التفريق من قبل الكتل السياسية بين النقد والتشهير؟ بالتأكيد لا توجد هناك ثقافة لتقبل الرأي الآخر ولا للحريات في العراق المحتل منذ 20 سنة، وبالتالي هؤلاء المتسيدون على العراق يستخدمون سلطة القضاء ليطوعوها كما يشاءون، فيصدرون أحكاما على هذا أو ذاك بحسب ما ترتئي الجهات الفاعلة، وهي الجهات الإرهابية الميليشياوية والسلطات الطائفية المتحكمة في العراق. هذه الأصوات وهذه الأذرع هي وحدها من ترسم الصورة القانونية في العراق، وأجهزة القضاء تنصاع لرغباتهم من جهة وتنفذ من جهة أخرى أسوأ، أو تنزل أسوأ الأحكام بالمدونين وبالصحفيين وبكل من يتكلم باتجاه مخالف لإرادة الجهات المتسيدة على العراق. لا يخفى عليكم أستاذ مصطفى، هناك تنامي واضح لنفوذ الميليشيات في عملية التضييق على الصحفيين واستهدافهم، ولكن لماذا تتعمد هذه الميليشيات استهداف الصحفيين وأصحاب الرأي؟ ما الهدف والغاية من وراء ذلك؟ لا شك أن الهدف والغاية هو كتم الحقائق وكتم الأصوات الحرة التي تحاول فضح ما يجري في العراق من جرائم، من فساد، من إرهاب، من قتل، من سيطرة مطلقة لهذه الميليشيات على كل المشهد العراقي. لذلك أمراء الحروب يرفضون أن تكون هناك أي محاولة لكشف جرائمهم ومحاسبتهم بالتالي من قبل أبناء الشعب. هذه الميليشيات هي من يفرض واقع الحال على ما يجري في العراق، هي المتسيدة على كل يعني السلطات في العراق، إدارية كانت أو أمنية أو عسكرية أو قضائية بل وحتى خدمية أيضا.
لذلك لن نتوقع أن تكون هناك أي حالة إيجابية في ظل هذه الدكتاتورية القائمة، دكتاتورية سلاح الميليشيات، ولا أقول المنفلت، سلاح المنفلت، لأن هذا سلاح يعمل بأمر السلطة وبعلم السلطة ويجهز بمال السلطة وينفذ ما تريده هذه السلطة. لا يوجد هناك فصل بين سلطة يعني الحكومة كما تسمى وسلطة الميليشيات، هناك يعني مزج حقيقي بين هاتين القوتين. الميليشيا هي من تحكم في العراق، وبالتالي هي من تنفذ كل ما تريده ضد من يخالفها. أستاذ مصطفى، ما تفضلت به صحيح، ولكن دستورهم يكفل حرية الصحافة، كيف ترد على ذلك؟ هذا الدستور وضع لأجل تدمير العراق في الحقيقة، وليس لأجل إنصاف العراقيين وبناء مؤسسة، بناء مجتمع رصين. لذلك هذه النصوص الدستورية التي تتحدث، عفوا، التي تتحدث عن الحريات وعن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان، هذه وسيلة لتجميل المشهد وتزويقه. وفي الحقيقة فإن كما قلت أن الاحتلال الأمريكي الذي جاء بهذا الدستور وجاء بمن كتبه أو من وضع بعض الرتوش عليه، لأننا كما نعلم هو من وضع الصهيوني نوح فلتمن، يعني الاحتلال الأمريكي استبدل كما قلت الدولة الوطنية وأجهزتها بسلطة الميليشيات ودكتاتورية الطوائف والأعراق، وبالتالي هذه كما قلت هي لتزويق، هذه النصوص لتزويق المشهد لا أكثر، ولا تجد صدى في الواقع على الإطلاق. عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.